لقي النجم السينمائي الفرنسي جيرار دوبارديو الذي حصل السبت على جواز سفر روسي بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين استقبالا حافلا الأحد في منطقة موردوفيا شرق موسكو، حيث عرض عليه تسلم وزارة الثقافة وتملك منزل. وعلى الأثر أشاد النجم بهذه المبادرة في رسالة أعرب فيها عن غرامه بروسيا وإعجابه بالرئيس بوتين، كما أشاد بالديمقراطية في هذا البلد، الأمر الذي عرضه لسيل من الانتقادات في روسيا والخارج.